مرحبا بكم أعزائي المتابعين. درسنا اليوم عن حل الفصل الخامس لكتاب النشاط لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. وصلنا إلى Unit 5 Lesson 1، الدرس الأول من الفصل الخامس. A. Look at the photos. انظر إلى الصور. Photos الصور. Of inventions للاختراعات. Answer the questions وأجب الأسئلة. نرى هنا ثلاث صور للهاتف، وكل صورة تعبر عن زمن معين. Number one, what are these inventions؟ ما هذه الاختراعات؟ They are all، إنها جميعا telephones، هواتف. Which photo shows، أي صورة تظهر how these inventions، كيف هذه الاختراعات؟ A. Where in the past؟ كانت في الماضي. الصورة التي تبين لنا شكل الهاتف في الماضي هي هذه الصورة A3. نضع هنا A3. B. Are now in the present؟ شكلها الآن في الحاضر present. الصورة هي A1، هذا هو. C. Will be in the future، ستكون في المستقبل. هذه الصورة A2. طبعا هذه الصورة هي عبارة عن تخمين لما قد يكون عليه شكل الهاتف في المستقبل. هذه الصور ثلاثتها عبارة عن دراجة هوائية. Number three, what are these inventions؟ ما هي هذه الاختراعات؟ They are all bicycles، إنها جميعا دراجات هوائية bicycles. Number four, which photo shows how these inventions؟ أي صور تظهر كيف هذه الاختراعات كانت أو ستكون؟ A. Where in the past؟ Where in the past؟ كانت في الماضي. B. To، هذا الشكل للماضي. Are now in the present، شكلها في الحاضر هو هذا الشكل وهو أكثر تطورا من هذا. B1، نضع B1. C. Will be in the future، ستكون في المستقبل. نضع هذه الصورة لأنها توضح لنا إدراج الأجهزة الذكية بالدراجة، لذا نضع B3. هذه الصور لطائرة. What are these inventions؟ ما هي هذه الاختراعات؟ They are all planes، جميعها طائرات planes. Which photo shows how these inventions؟ أي صورة تظهر كيف كانت هذه أو كيف ستكون كما في المثالين السابقين. A. Where in the past، كانت في الماضي. أي صورة؟ هذه الصورة للطائرة في الزمن الماضي C3. Are now in the present، شكلها الآن. هذه الصورة C3. Will be in the future، ستكون في المستقبل. هذه الصورة C1 مع علامة استفهام لأن هذا مجرد تساؤل. B. Read and choose، اقرأ واختر. The correct answers، الإجابات الصحيحة. To the questions، للأسئلة. هذه قطعة طريفة لنقرأ ونترجم معا. A fun invention، اختراع مضحك أو مرح. That everyone likes، والذي يحبه الجميع. Everyone، الجميع. Likes، يحبه. In 1853، بعام 1853، A man، رجل، called George Crumb، رجل يدعى George Crumb، who was a chef، والذي كان شيف طاهي. In a restaurant، في مطعم. In America، في أمريكا.
invented اخترع potato chips اخترع رقائق البطاطا by chance by chance تعني بمحض الصدفة. A difficult customer a difficult صعب customer زبون أي زبون صعب. Often sent غالبا يرسل his French fries back غالبا ما يرسل البطاطا المقلية French fries هي البطاطا الأصابع وتسمى French fries back والذي غالبا ما يعيد البطاطا المقلية because بسبب they were too soft كانت ناعمة جدا and not crispy وليست مقرمشة. Mr. Crumb السيد كرام had a clever idea خطرت له فكرة ذكية clever ذكية idea فكرة. He sliced قطع sliced قطع وتأتي sliced بمعنى قطع بشكل شرائح. He sliced the potatoes قطع شرائح البطاطا so that they were very thin حتى أصبحوا very thin رقيقة جدا حتى أصبحت الرقائق رقيقة وخفيفة جدا. Then he fried them ثم قام بقليهم in oil بالزيت until they were حتى أصبحوا crispy and crunchy crispy and crunchy بمعنى أنها مقرمشة وسريعة التفتت. Then he put some salt on it ثم وضع عليها بعض الملح. The customer was very happy كان الزبون سعيد جدا with مع this new type هذا النوع الجديد of fried potato للبطاطس المقلية. That is how هذه هي الطريقة the inventions happen the invention happened التي حدث بها الاختراع just by chance فقط بمحض صدفة. والآن لنحل التمرين. Number one. What did George Crumb invent? ماذا اخترع George Crumb من هذه الصور الثلاث؟ طبعاً أي لأنها شرائح بطاطا. Number two. What did the customer want? ماذا أراد الزبون؟ أي soft fries بطاطا ناعمة hard fries بطاطا قاسية أو صلبة crispy fries بطاطا مقرمشة. طبعا الجواب الصحيح هو C. 3. What did Mr. Crumb do first? ماذا فعل السيد كرام أولا؟ A. He grated the potatoes قام بطحن البطاطا B. He baked the potatoes قام بخبز البطاطا C. He sliced the potatoes thinly قام بتقطيع البطاطا بشكل شرائح رفيعة طبعا C. Number 4. How did Mr. Crumb cook his new invention? كيف قام السيد كرام بطبخ cook his new invention اختراعه الجديد in oil بالزيت in the oven في الفرن in water بالماء طبعا أي in oil بالزيت. Number 5. Did the customer like the new invention? هل أعجب like the customer الزبون the new invention بالاختراع الجديد؟ No, he didn't. Yes, he did. He added salt. أي no, he didn't. لم يفعل.
Yes, he did. فعل ذلك أي أعجب به. He added salt أم إنه أضاف ملح. الإجابة الصحيحة هي B. والآن إلى الدرس الثاني Lesson 2. Look and read the words. انظر وقرأ الكلمات. Invention بمعنى اختراع. Communication بمعنى تواصل. Conversation بمعنى محادثة. Calculation بمعنى حساب. Information بمعنى معلومات. Navigation بمعنى الملاحة. Description بمعنى وصف. Instruction بمعنى تعليمات. والآن What do all these words end with? What do all these words end with? بماذا تنتهي جميع هذه الكلمات؟ هذا هو تمرين لإضافة T-I-O-N. و T-I-O-N عندما تضاف إلى الكلمة تقرأ شن. نرى هنا invention, communication, conversation, calculation, information, navigation, description, instruction. كل هذه الكلمات هي أسماء. يرجى ترديد هذه الكلمات معي. والآن complete these sentences. أكمل الجمل using باستخدام some of the nouns بعض الأسماء from activity A من التمرين A. وضعت هذه الأسماء وهي من هذا التمرين السابق A. هذه هي الأسماء. لنضعها في المكان المناسب. طبعا عندما يأتي لنا سؤال باختيارات يجب أن نعرف المعنى، فالمعنى هو ما سيجعلنا نختار الإجابة الصحيحة. فيجب على الطالب كل يوم سواء كانت لديه دراسة أو لا، كل يوم يحفظ 5 كلمات جديدة باللغة الإنجليزية لكي يثري معلوماته بالإنجليزية، مما يؤدي إلى معرفته أكثر بطريقة الحلول الصحيحة. 1. Our teacher أي معلمنا asked us سألنا أو طلب منا to write لنكتب a فراغ of something made of cotton أي أن المعلم طلب منهم أن يكتبوا عن شيء مصنوع من القطن. أنا اخترت description أي أن يكتبوا وصفا لشيء مصنوعا من القطن. أو نستطيع أن نضع invention أي اختراع من القطن مستخدم به القطن. كلتا الإجابتين صحيحة. Number two, I think أعتقد the computer is أن الحاسوب هو the most important invention هو الاختراع الأكثر أهمية. نضع هنا invention. Number three, speaking to a person التحدث مع شخص is the fastest form هو الشكل الأسرع of communication من التواصل communication. أو نستطيع أن نضع conversation المحادثة أيضا صحيحة. Number four, I wrote some أنا كتبت بعض for my grandpa لجدي about how to go online عن كيفية الولوج إلى الإنترنت أي أنه كتب بعض instruction التعليمات. Number five, for our maths homework لي واجبنا بمادة الرياضيات we have 20 هنا calculation بدون E طبعا we have 20 calculation لدينا 20
عملية حساب calculation. E. Correct the spelling mistakes. صحح الأخطاء الإملائية. Look at page 60. انظر إلى صفحة 60 of the pupil's book بكتاب النشاط and check your answers وتأكد من معلوماتك أو إجاباتك. Number 1. هذه كلمة E بالأخير. هنا inventor وليس ER OR. هنا people O وليس E. Century بمعنى قرن. بالنهاية Y وليس I. Important M وليس N. Important تعني مهم. طبعا possible ممكن. Telephone هاتف. Inventor مخترع. Pupil ناس. Century قرن. Important مهم. إلى هنا ينتهي هذا الجزء من حل نشاط الفصل الخامس. انتظرونا في بقية الحلول بإذن الله تعالى.